التعاون سر النجاح، مساعدة الآخرين وإعانتهم على الأعمال المختلفة مثل فعل الخيرات وطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون ينشر المودة وروح الأخوة بين المسلمين، وهو دليل على تواضع من يفعلونه، حيث يجعلهم يشعرون بالمساواة، كما أنه سبب في سرعة إنجاز الأعمال وتحقيقها بنجاح وبصورة جيدة، لأن الله تعالى يساعد المتعاونين، وبهذا تعم الفائدة على الجميع ويبقى الخير ولا يضيع. وهذا التعاون من أهم الصفات التي تتصف بها الكائنات جميعا في الكون، فلا يستطيع كائن أن يحيا دون أن يكون في حاجة إلى مساعدة أخيه، فالطيور تعيش في جماعات وتتعاون فيما بينها، والحيوانات أيضا تعيش في جماعات وترعى معا وتخرج للصيد معا، والإنسان لا يمكن أن يعيش إلا متعاونا مع غيره، فكل منا يحتاج الآخر، فأنت تحتاج إلى الطبيب والمهندس والمعلم والصانع والخباز والنجار والحداد وسائق الطائرة والقطار، ولا يوجد إنسان يقوم بكل تلك الأعمال، فكل صاحب مهنة يحتاج إلى غيره، وبهذا تسير الحياة وتدور، وبغير ذلك تتوقف الحياة ولا تتقدم إلى الأمام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التعاون، سواء كان داخل بيته أم مع أصحابه، فكان متعاونا في كل أحواله، في البيت يساعد أهله ويعاونهم في شؤون المنزل، وفي خارج البيت يتعاون مع أصحابه في القيام ببعض الأعمال بهمة ونشاط. والمسلم يحب التعاون دائما، ولذا يساعد والديه وإخوته في البيت كما يساعد جيرانه وأصدقائه، ولا يتخلى عن مساندة المسلمين أبدا، ويسعى معهم في حاجتهم ويبذل لهم جهده ووقته، ولكنه لا يتعاون على فعل المعاصي والمخالفات الشرعية حتى ينجيه الله تعالى يوم القيامة، فالله عز وجل يكون في عون العبد الذي يساعد الآخرين.